ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم حلقتنا في كلام في كلام، ودي تقريبا أخف فقرة معانا النهاردة في البرنامج. وصباح الخير على كل المشاهدين اللي بيشوفونا، صباح الخير يا أشجان. صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدين قناة الصحة والجمال. النهاردة معانا جاسمين حاتم، الطفلة المذيعة اللي مشرفانا ومتعددة المواهب في حاجات كتير. هي ما شاء الله، يعني ما شاء الله في حاجات كتير ما شاء الله، يعني ربنا يبارك. اهلا بيك يا خالد. كله تمام؟ لا نعلي صوتنا بقى كده ونفرفش يا جماعة. ده اهلا بيك يا جاسمين. اهلا بيك يا اشجان. بص بقى دلوقتي احنا شباب، احنا جاهزين بالتقرير ننزل بيه الاول بتاع جاسمين. ننزل أيوة بالتقرير. ننزل بالتقرير. نزلتوا بيه؟ تمام. احنا دلوقتي زي ما شفنا في التقرير، انت سباحة، بتقدمي برامج، بترسمي، انت جبتي كل الحاجات دي منين وامتى وازاي؟ يعني انت تقريبا عندك 10 سنين. عندي 10 سنين. حبينا بقى نبتدي كده واحده واحده، انت ازاي حبيتي مجال الاعلام؟ يعني انت بتقدمي برامج، مش اي برامج، انت بتقدمي رياضه، فازاي بقى؟ في المدرسه كان عندنا اكاديميه الاعلام، فقلت لماما انا عايزه ادخلها ودخلتها، وقالوا لي انت عندك موهبه فقبلوني، وطلعت على اليوتيوب وقدمت نشره، وكنت حابه الموضوع قوي. ما شاء الله. مين بقى اللي وداك؟ ما شاء الله، نشره في الرياضه. فين التقرير؟ اللي كان بيدربني مستر عادل الطنيخي. ما شاء الله. طب انت مين اللي انت واخداه قدوه ليكي ونفسك تبقي شبهه في الاعلاميه؟ الاعلاميه منى الشاذلي. ليه منى الشاذلي؟ علشان بحبها جدا، وبحب لما تيجي تتكلم عندها ثقه في نفسها، بحب طريقه كلامها. هي كمان بتحبك على فكره، بعد ما تشوف الكلام ده هي هتحبك. ايوه طالما انت بتحبيها هي كمان بتحبك. طب انت مين اللي قال لك ان انت موهوبه في الاعلام؟ يعني انت جربت كده مع نفسك، ولا في حد في البيت كان بيساعدك؟ في حد. مين؟ خاله كان بيساعدني. طب حلو قوي، يعني تقريبا بحس الخال والد. تحيه كبيره لخال جاسمين، تحيه كبيره ليه. اكيد طبعا الخال والد دايما، يعني هو اللي شاف فيك الحته دي ان انت موهوبه. كنت دايما انا وهو نبدا نعمل فيديوهات مع بعض ونهزر، فهو قال لي انت موهوبه وكده، وانا حبيتك كده قوي. انت دخلت المجال ده امتى؟ يعني انت بداتي امتى تعملي البرامج دي؟ في جونيور 2. ما شاء الله، تاني ابتدائي. طب يعني مجال السباحه، انا عرفت انك تقريبا بطلت السباحه او حاجه. ليه بطلت السباحه؟ بسبب الكورونا التجمعات وكده. الكورونا طبعا، وعشان التعليم برضو كده. طب انت حابه انك تكملي اونلاين في التعليم وكده ودراستك؟ حابه، وباخد اونلاين لغايه دلوقتي. ولا حابه انك تروحي؟ لا الاثنين. اللي حابه المدرسه الاثنين. انا لو مكانك يا بنتي ولا هروح ده ولا ده، هقعد في بيتنا عادي. هنقعد في البيت. بس هقول لك على حاجه، يمكن دلوقتي اكيد مفتقده المدرسه، ان المدرسه كان فيها اكيد برامج اكتر، فيها مسرح، بتتقابلي اصحابك برضه. بالظبط. كنا بننزل نلعب مع بعض، انما دلوقتي لا. يعني هي المدرسه هي اللي رشحتك ان انت تبتدي تعملي برامج. أيوة. ونشرات اخباريه رياضه. ما شاء الله، حلوه قوي المدارس دي. فين المدرسه دي؟ انا عايزه اروح. خدينا معاكي. مدارس جميله او مدرسه خاصه. ما شاء الله ما شاء الله. يعني اكيد يعني بقى، بس بلاش نتكلم في الموضوع. بلاش نتكلم. ايوه بلاش. احنا قدام قوي يا بنتي. احنا قدام. برضه كنت عايزه اقول لك حاجه تانية يا جاسمين، انك بدات ترسمي. انا شفت رسومات كده بسيطه. يعني انت لسه هاويه شويه. هي رسومات. انا الاول ما كنتش بحب الرسم خالص. فبعد كده لما جت الكورونا بقى وكنا قاعدين في البيت، فزهقت قوي. فقلت بقى ارسم، وبدات ارسم وعجبني قوي رسمي. ما شاء الله. وبدات ارسم دروسات ودخل الالوان في بعضها، عشان عايزه عشان كده نفسك تبقي فاشون ديزاين. ايوه. ايه بقى اللي حببك في مجال الفاشون ديزاين؟ الدرسات حببتني قوي، وبحب اختار لبسي. بحب اختار. ماما بتسيب لي اللبس مع بعض وكده. يعني انت اللي لابسه اللبس ده دلوقتي، انت اللي مختارين. انا الشخص اللي انت اخدتيه قدوه ليكي في الفاشون ديزاين. هاني بحيري. هو ايه ده رسم على تقيل قوي يا اشجان. اكتر دريس عجبني هو عمله فستان مي عمر يوم فرحها. فستان مي عمر. ما شاء الله. يعني ما شاء الله. طب لا انت متابعاه بقى وتعرفيه بقى وكده. ما شاء الله. طب انت دلوقتي فتره الكوفيد، الله يخرب بيت الكوفيد ده والله يا جماعه، ربنا يعني يشيله من عننا يا رب ان شاء الله. انت بدات في فتره الكورونا، انت بداتي ترسمي؟ يعني انت عمرك ما كنت رسمت؟ اول ما كنتش بحب الرسم، ما كنتش بحب الون خالص، لان كان رسمي وحش جدا. فكان ده كان عندي عقده منه. بس بقى لما جاء كوفيد 19 قعدت ارسم وحبيت رسمي، كنت بوري مامتي وبابايا. يا روحي ما شاء الله. وفي كمان في كمان موهبه اللي هي في اليو سي ام اس. ايوه اليو سي ام اس. ممكن تعرفي الساده المشاهدين ايه اليو سي ام اس ده؟ انا عن نفسي مش عارفه، فعرفينا. خالد مش عارفه. اقسم بالله ما عارف. طيب عرفينا كلنا. اليو سي ام اس ده يعني مثلا الماس، هو حاجه زي الماس كده. تمام. بيبقى فيه ابيكس. تمام. بتقعد تتدرب عليه فتره طويله جدا جدا.
بعد كده الابيكس ده انت بتتخيله في دماغك، بعد كده تبدا تحل بقى بصوابعك. فاي حاجه يعني مثلا انا لغايه دلوقتي مامتي كانت بتعمل بيني انا واخويا مسابقه، احنا خلصنا ديوسي ماس ما شاء الله، كانت بتعمل مسابقات بينا، هي وصلت معانا لغايه 17 نمبر. واو ما شاء الله ما شاء الله. يعني انت بتتخيل الارقام في دماغك وتطرحي المساله وتطلعيها من غير مثلا على صوابعك وكده؟ لا مش صوابعي. لا انت حافظه جدول الضرب يا قاش؟ بس انت حافظه جدول الضرب؟ انا الاول كنت بفضل اعمل كده، انما دلوقتي لا مبقتش بعمل كده خالص. ده اخرنا جدول الضرب ده. انا برضو شفت في التقرير اللي اتعرض كان فيه جواز كتير وشهادات، ده كان في السباحه ولا كان؟ ما شاء الله 6 شهادات تقريبا. ست شهادات بس مس المفروض 10 بس عشان الكورونا. ليكي انت 4 تانيين. انت وصلت لانهي مرحله في السباحه يعني؟ وصلت اخدت؟ لا ما انا الاول كنت بلعب سباحه خالص وبطلتها، وبعدين بدات العب تاني، فالكورونا جت بقى فلا لسه. بس انا كمان عايزه اقول لحاجه يعني لباباها او مامتها وكل الاهالي على فكره، الاطفال في الوقت ده دايما اشجان عندهم طاقه، فانتوا كمان لازم ندعمهم، لازم نطلع نشتغل عليهم الحاجات اللي جواهم بالزبط. لازم مش شرط كل نعرضها. حاجه دراسه يعني، مش كل حاجه مذاكره ودراسه، نموا المواهب دي عندهم، ان هم ممكن في يوم من الايام تبقى دي مصدر رزقهم، سواء بقى موهبه الغنى، التمثيل، السباحه، اوكي بجانب الدراسه لازم يبقى في موهبه. مفيش انسان عندوش هوايه ولا موهبه، كلنا عندنا مواهب، بس احنا لازم نطلع المواهب دي من جوه اطفالنا. لازم نطلعها من جوه الاطفال عشان نعرضهم وعشان نوصلهم لحاجه كويسه. وزي كده جاسمين ما شاء الله عندها مواهب كتير جدا. ما شاء الله حلو المواهب اللي هي تنتشر في مواهب كتير، بس انت لما تكبري اكيد هتحددي مجال معين. نفسك في ايه؟ محدده اتنين ما شاء الله. ما شاء الله ان شاء الله. الفاشن والاعلام. هم قريبين اكتر من طب بعض. ممكن بقى انت دلوقتي مذيعه، ممكن احنا ضيوفك دلوقتي. عادي عرفينا بقى. بصي انت مذيعه دلوقتي، قولي بقى هتعملي ايه وكده. طيب واحده واحده علينا الاول. بقى بالراحه علينا شويه. طيب اقدم الحلقه الاول. ايوه براحتك. طبعا. طيب صباح الخير على مشاهدي ومتابعي قناه كلام الصحه والجمال، قناة الصحة والجمال. النهاردة معانا الضيفة الجميلة جدا وبحبها جدا أشجان الحويلي. أنا بحبك أكتر. ومعانا الإعلامي المحبوب جدا خالد عبد الناصر. الله يخليكي والله، ربنا يسترك. طيب إن شاء الله تنصدر يا بنتي. كنت عايزة أسأل أشجان شوية أسئلة. اتفضل. أشجان إيه الحاجة اللي تحبي تقدمها لي أنا كجاسمين؟ الحاجة اللي أنا أحب أقدمها لك إنك تفضلي ورا حلمك ده لحد ما تحققيه. عفري اتخطي كل الصعوبات صح عشان توصلي لحلمك. وبقدم برضو الرساله لكل الاطفال، لازم برضو تنموا المواهب بتاعتكم، لازم عشان تحققوها. وكمان الاهالي لازم يشجعوا اولادهم عشان ان هم ينموا المواهب دي وعشان يوصلوا حاجه. لهم دور كبير، لهم دور كبير قوي الاهالي. طيب ايه انت كان في حاجه في دماغك غير الاعلام؟ كنت حابه حاجه تانية غير الاعلام؟ ايوه، هو انا بصراحه ما كانش الاول الاعلام ما كانش في دماغي خالص. انا كان في دماغي كان نفسي وحلمي هندسه. امال ليه دخلت بقى ما حصلش نصيب وكده؟ والحمد لله يعني انا بعشق الاستاذ وائل البراشي جدا، ونفسي ان انا اكون شبه الاستاذ ارجع لهندسه ثانيه يا اشجان، ارجع لهندسه ثانيه. انا نفسي ابقى شبه الاستاذ وائل البراشي بجد يعني. ان شاء الله الهندسه خسرتك. ربنا يشفيه بجد ويعدي من الازمه دي على خير يا رب. ان شاء الله. طيب قول لي انت بقى يا خالد، معاكي ايه اكتر حاجه حبيتها في المجال الاعلام؟ انا بصي هنتكلم بقى رسمي ومش يمكن. انا عامه بحب السينما يعني، انا اكتر حاجه بحبها السينما والبيتزا. والبيتزا لا بعيد عن البيتزا. فانا وانا صغير كنت بحب التلفزيون جدا وافلام استاذ سمير غانم واسماعيل ياسين، كنت بحبهم جدا. فانا حبيت السينما، بس الصراحه ما عرفتش ان انا ابقى ممثل، بس انا حبيت مجال الميديا والاعلام، فقلت خلاص تلفزيون من السينما مش فارقه، بس اكيد هوصل للسينما. بس انت ما شاء الله كنت شايفه ليك تمثيل في حاجات كتير. كنت بمثل بشتغل يعني في راديو طبعا عشان مهنتي، وكنت بمثل تمثيل في مسرحيات بس هفضل برضو ورا حلمي وهوصل للسينما يعني. ان شاء الله توصل. طيب ايه اكتر الصعوبات اللي واجهتك في مجال الاعلام؟ اصعب المشاكل واجهتني في المجال الاعلام حاجات كتير. ده حاجات كتير يا جماعه. ده لحد دلوقتي في مشاكل بنواجه الصعوبات. لا طب احكي بقى. بص عامه الاعلام هو بيعتمد على حاجه، على حاجتين او كذا حاجه. موهبه عندك، يبقى عندك موهبه. عندك موهبه تمام. بجانب الموهبه ابويا قالها لي كلمه، معاك واسطه هتوصل، مش معاك واسطه مش هتوصل. بس انا في تلك الحالتين اعتمدت على نفسي. انا ما كانش معايا واسطه،
بس اعتمدت على نفسي وركزت اكتر في المجال اللي انا بحبه. قعدت بقى اخد ورش واتدرب وازاي ابقى مذيع شاطر وازاي ابقى محبوب زي ما انت ما قلت كده. ده اللي انا قعدت اشتغل عليه والحمد لله ربنا بيكرم في الاول في الاخر. نورتوني وشرفتوني يا روحي. استنوني الحلقه الجايه في برنامج كلام في كلام. كلام في كلام ولا في الاحلام. يا روحي ما شاء الله ما شاء الله شباب بجد. لا 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 ده احنا ندي لها كده جائزة الاوسكار بقى بعد كده انت اللي تستضيفينا بقى. لا ما شاء الله بجد ما شاء الله بجد. وركزي ركزي على حلمك وزي ما قلت لك في اكيد مشاكل بتواجهنا كلنا عندنا مشاكل ما فيش حد عنده مشاكل. بس برضو يا اشجان بنقول للابهات والامهات اكتر ركزوا اكتر حاجه على الاطفال طبعا بجانب الدراسه. انا يا ريت يا جماعه تشجعوهم على حلمهم تشجعوهم على المواهب اللي جواهم ما تسيبهمش كده وخلاص. بالضبط. اكيد في حاجات كويسه جوه اطفالنا بعيدا يعني عن الدراسه اكيد في مواهب تانية جواهم لازم ان احنا نشجعهم. صح اللي هم ممكن ده يبقى اكل عيشهم يعني ده مصدر رزقهم. أكل والله اكل عيشهم يعني انت مهندسه وبداتي كنت حابه الهندسه وبدات تخش الاعلام. ما شاء الله حبيت الاعلام جدا والحمد لله ان انا ما دخلتش الهندسه خالص الحمد لله. ولعبت الكوره لعبت الكوره والممثلين هم برده خريجين كليات تانية بس عندهم موهبه فاشتغلوا على نفسهم وبدا ده يبقى اكل عيشهم. فخليكم في الحته دي. انا برده ابن اختي بيحب الرسم جدا يعني بقعد اجيب له في سكتشات محمد بيحب يرسم وبيحب يلون ويطلع الالوان حلوه جدا فهو شاطر في الحته دي. انا شايفه ان هو موهوب في الحته دي فانا برضو هشتغل عليه. الفقره خلصت والله يا ايش يعني مش عارف اقول لك بس انا قبل ما اقفل والله العظيم كل سنه وانت طيبه الاول هابي بيرث داي عيد ميلادها يا جماعه كل سنه وانت طيبه. المفاجآت الحلوه دي المفاجآت ده في جاتوه بره يعني خلاص مستنيين الجاتوه بره. الجاتوه اللي مستنيين جاسمين انا كنت مبسوطه قوي ان انا معاكي وشرفنا جدا بيك والله يا جاسمين نورتينا ونورت قناه الصحه والجمال والله يا جاسمين بشكرك وان شاء الله يا رب كده اشوفك في حاجه كبيره واكبر ان شاء الله. وبشكرك تاني يا اش وكل سنه وانت طيبه. شكرا يا خالد شكرا كل سنه وانت طيبه وانت طيبه. مشاهدينا بشكركم على حسن المتابعه بتاعت فقرتنا بس استنوا الفقره البرنامج لسه مكمل معانا وفي فقره ازاي تتعلموا السواقه مع ندى علاء. نطلع فاصل ونرجع لكم في الفقره اللي بعدها.